واحد ايضا من نجوم القاضيه، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من نجوم الاهلي اللي تالقوا في هذه البطوله، الكابتن ايمن اشرف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ومنور قناه الاهلي. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ ومنور بوجودك وبمس على حضرتك والساده المشاهدين. وحشنا كتير ووحش جمهور النادي الاهلي يا كابتن ايمن. حبيبي يا كابتن سامي، والله كان وحشني وجمهور النادي الاهلي وحشني، ويا رب دايما كده بيجيب بطولات وبيرفع. وانت واحد من النجوم اللي شاركوا في بطوله القاضيه، البطوله الافريقيه 2020، وكان ليك دور مهم جدا في الفريق الاساسي للنادي الاهلي. ذكرياتك مع بطوله القاضيه؟ والله يمكن من احلى الذكريات في حياتي، يعني بطوله القاضيه ديت يعني من اغلى البطولات على قلبي، يمكن تكون الاغلى يعني. طبعا يعني امنيه لوحدي تقريبا لجمهور النادي الاهلي كله، فيعني الحمد لله ان يعني الواحد كان موجود في بطوله زي ديت والحق انجاز كبير زي دوت، يعني الحمد لله. اتكلمتوا مع بعض كلاعيبه ازاي قبل المباراه يا كابتن ايمن؟ والله يعني الامور كانت صعبه، يعني كان وقتها كورونا، وكانت يعلم مين هيلعب مصر ويعلم مين اللي يعني كان عايزك بس تتحرك شويه عشان الصوت بس. اتفضل. لكن له الصوت بس يا كابتن ايمن، عايزك تتحرك شويه عشان في مشكله بس في الصوت، عشان صوتك يكون اوضح يعني. في مشكله في الصوت كده؟ طيب. لا كده مسموع كويس. اتفضل. مسموع كويس؟ طيب. يعني كان كل الكلام يعني كابتن اسامه ان دايما النادي الاهلي صاحب رقم واحد، لازم ياخد البطوله يبقى رقم واحد، دايما الحافز بالنسبه لنا ان كان 7 سنين النادي الاهلي ما بياخدش البطوله ديت، و وبعد غياب كبير يجي لك ماتش زي دوت في نهائي، فالامور كلها كانت متحفزه للعيبه كلها علشان نرفع كاس البطوله يعني. تمام. الشناوي وسعد واللعيبه الكبار في الفرقه، كان كلامكم ايه مع اللعيبه الصغيره وقتها كابتن ايمن؟ والله يعني كلامنا كلنا يعني كلنا ان احنا عندنا حاجه هنعملها في التاريخ لأول مرة، يعني أول مرة ماتش أهلي وزمالك في بطولة أفريقيا، نهائي بطولة أفريقيا، كان أول مرة في التاريخ بتحصل يعني. فالإنجاز دوت يعني الكلام كله كان على إن إحنا دايماً يعني لازم يبقى قلبنا حديد، ولازم نرفع اسم النادي الأهلي فوق، والامور كلها يعني كان كلها في حافز ايجابي، يعني كلها كانت حافز ايجابي، لان الجمهور كان دايما في ظهرنا ومجلس الاداره وكلنا كنا ملتفين حوالين بعض ان البطوله دي ما تخرجش بره النادي يعني. تمام. عايز اروح لتفصيله مهمه جدا بين الشوطين في المباراه دي، وكانت النتيجه 1-1. بيتسو موسيماني في الوقت ده، محمد الشناوي كابتن الفريق، ساب الكلام لمحمد الشناوي وقتها ايمن. هو يعني هو ادينا بقى التفاصيل والكواليس الناس ما تعرفهاش عن اليوم ده، خاصة ما بين الشوطين، ودي كان وقت مهم جدا قبل نزول اللعيبه للشوط الثاني. هو بص يعني انا اول ما يعني واحنا داخلين غرفة الملابس بين الشوطين، انا عارف ان الشناوي هيتكلم لان هو كابتن فريق وليه دور كبير، واحنا كلنا كباتن الفريق لنا دور، لكن هو عشان هو رقم واحد في الكابتنة فهو كان ليه الدور الاكبر ان هو يتكلم، فلا يتكلم بشكل يعني في نرفزه شويه. قال لكم ايه وقتها؟ ابرز اللي يعني قاله محمد الشناوي. هو اتعصب لان كان في حاجات كان المدرب قايلها وكده، في ناس ما نفذتهاش في الملعب، وروحنا الشوط الاولاني ما كانتش هي الروح المطلوبه، فكان كل الكلام يعني حوالين النقطتين دول بالذات. يعني بيتسو موسيماني هو دخل اوضه، يعني كان دخل الاوضه بتاعته بيشوف هو هيعمل ايه في الشوط الثاني، فخد مثلا بتاع 7 دقائق كده كان الشناوي هو اتكلم فيهم. بعد ما بيتسو خرج من الاوضه بتاعته اتكلم بشكل ايجابي جدا يعني مع اللعيبه بصراحه. واحنا بعد ما خلصنا يعني بعد ما بيتسو خلص، اللعيبه الكبار وقفنا مع بعض
قبل ما ننزل، واتكلمنا بشكل ايجابي جدا، واتكلمنا مع اللعيبه كلها بشكل كويس جدا ان احنا ننزل الشوط الثاني يبقى شكلنا غير الشكل اللي ظهرنا بيه الشوط الاولاني. يعني احساسك ايه بعد المباراه وانت بطل افريقيا، وكمان ايه ده انت امام نادي الزمالك النادي الكبير؟ طبعا طبعا، يعني قدام النادي المنافس ليك طبعا بتبقى حاجه، الفرحه بتبقى فرحتين. الاحساس يعني كابتن اسامه صراحه لا يوصف، يعني الموضوع كان شعور يمكن من احلى شعور حسيته في حياتي في كره القدم، يعني شعور الفرحه الهستيريه يعني زي ما بيقولوا. انت خدت بطولات كتير مع النادي الاهلي، دي البطوله الاغلى يا كابتن ايمن؟ طبعا طبعا يا كابتن اسامه، يعني الاغلى ليا وتقريبا الاغلى لجمهور النادي الاهلي كله. يعني دايما لما تسال اي حد من جمهور النادي الاهلي يقول لك هي البطوله الاغلى بالنسبه لهم. ليه؟ لان انت بتقابل المنافس بتاعك والفرحه بتبقى فرحتين يعني. فالامور كلها كانت في غايه السعاده، الجمهور كله تقريبا قعد فتره كبيره لحد يومنا هذا بيحتفل بالبطوله بتاعه 2020 يعني. قفشه كان بيفكركم كل شويه بالهدف؟ كل شويه كان قرفنا بصراحه. قرفنا بالهدف وشوف حطيتها ازاي. لا يعني قفشه جميل بصراحه، ويمكن نصيبه في الهدف دوت ان هو هيذكر يعني أكيد. سنوات كتيره جدا يعني. اكيد. اخيرا يا كابتن ايمن، يعني عايز اخدك لحاجه ثانيه. بعد يعني رحيلك عن النادي الاهلي كان حرص الكابتن محمود الخطيب على تكريمك، خاصه ان انت واحد من ابناء النادي الاهلي، من اللاعبين المخلصين، من اللعيبه اللي عمرها ما سمعنا عنها مشكله في النادي الاهلي، فكان حرص الكابتن محمود الخطيب على تكريم ايمن اشرف كان مهم جدا. طبعا يعني كابتن محمود طبعا دي يعني التكريم بتاعه يعني شهاده اعتز بيها يعني طول حياتي. يعني الاحتفال اللي هو احتفلوا بيا هو ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي قبلها بيوم في ماتش الحرس. طبعا يعني اتبسطت جدا من التكريم. يعني الحمد لله الواحد اخلص للنادي الاهلي يعني. وده كان كلام كابتن محمود الخطيب ليا، انت اخلصت ويمكن انت يعني كلامه يعني ان انت قدمت شخصيه مختلفه، واحد قعد سنه كامله ما عملش مشكله واحده. حقيقي. فدي حاجه كويسه، مثال كويس للاجيال اللي جايه، ودي حاجه انا اتشرف واعتز بيها. كانت صعبه طبعا عليا الفتره السنه دي، لكن تظل ابن من ابناء الاهلي طبعا. لكن دايما قدام عيني جمهور النادي الاهلي، واحترام الجمهور النادي الاهلي، واحترام المجلس اداره النادي الاهلي، واحترام الزمايل كمان، كان بيخليني امشي على التراك ده يعني. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن اشرف، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره الجايه. يظل ايمن اشرف واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين.